تمام. السلام عليكم اخوتي المتتبعين، كدرتوا لاباس عليكم؟ كيبقيتوا مع صحيحتكم؟ كيبقاو وليداتكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده العزاز الغاليين. شكرا لكم على الكومنتات الزوينين بحالكم، المشاهده ديالكم تسوى عليا. شكرا لكم بزاف الحباب، فيما كتحبوني حتى انا كنموت عليكم. الله يخليكم ليا ويطول لي ربي في عمركم العزاز. ودابا كما كتشوفوا العزاز راني ما تلقاش اللي صورنا العزاز، وراه جا دابا. قلت له لا ودا نشارك مع خوتي، قلت لهم البارح الحريره واخا طيب طيبتها لاله مريم، دابا نشاركها معاهم، نشارك معاهم الاومليطه ديالي. زيد السي طيب هانتوما العزاز، تلفوا فاش غنصور الحباب تديه العربي معاه. عطي الكلمه عاد نوري. دابا كما كتشوفوا الحباب الاومليطه اللي دارت لاله مريم، انا ما درت حتى شي حاجه خوتي. اومليطه باش اومليطه دايره بالكفته والبيض، درتو من الفوق الفريز. السلام عليكم متتبعي الاوفياء، تحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن، تحيه للاشقاء العرب خوتنا الجزائر، تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن وكل الشعوب العربيه، تحيه لكم جميعا. كما كتشوفوا التمرات انتما التمره وداو عندنا من الخضره د مريم ياك. تبغيش حتى واحد ياكل تنحطو في الفريكو، كنديرها في الفريكو، الفريكو باش ما كيضيعش. كيجوش وجوه بحال وجهكم، تنحطو العربي في الصباح نقول له غير في طرف افريقيا بالتبايرات تكون حريره كتكون اللي دار الناس كنحطوه. عزاز الغالي اللي جا عندنا ونحطو لكم احسن تمر ان شاء الله. والله العزاز راني كنتمنى نشارك معاكم كلشي كلشي العزاز، بلا بكم والله ما كاين والو العزاز. ولكن اخوتي ما تلقاش اللي تصور يصورنا العزاز. دابا مريم راه واخا طيبه الحريره، كنت نطيبها هي انا، وين ما كاينش اللي صورني قالت لي راه نطيبها عليك. قلت لها كيف كيف طيبتها وجدت شي حريره يا خوت باش شي تكون فيها هي العزاز. انت مريم في حكيدوني يا مريم، سهله لك في ولا الحمد لله. الحريره قربت اخوتي المغرب، ها المريم راح نحطو لها في الطير ان شاء الله. وغادي نشارك معاكم في الطير لاله مريم هانتوما العزاز على حريره. داكشي كيشاش يا سلام. هانتوما يا الحباب ماشي حشيتكم يا العزاز، خيركم في داركم. هانتوما لا برمة الحريرة دارتها، بدا ديري لنا تساوي تلت ايام ولا ربع ايام. حنايا نهار الاثنين قلت لها نصبحو صايمين معاك. والله تنويت نصوم هاد النهار، امك اللي فطرتني قالت لي ما انت ما فيك لا ديله ولا اش ما دير فيك اللي غادي تصوم السبت. خليت فيها كلور وخليت فيها خوتي كلشي دارتو تبارك الله، جات شي حريرة شغل يديكم العزاز غزالة. ومرة أخرى نشاركها مع العزاز أنايا، نشارك معاكم العزاز. راني ما كنلقاش الحباب اللي صورني وصافي، مو نشارك معاكم اللي درت. هما جاو عليا غير خصنا غير الموينات نشاركو معاكم. جبت الزليفات ونعمر كلشي تحم، نتوما تشربو دابا. أنا ما خصنيش شفت العربي السي محمد، صافي نشوفو الحريرة بحال سخونة خوتي، كتبرد مساي سخونة هي الحريرة. واش هشيتكم العزيزة دار البرد الجو ديال الشتا الله. إذا أنا كنشاركو معاكم هذا هو الروتين ديالنا العزاز. أنا بغيت نشارك معاكم الحرير ما كنصبها، ونشارك مع خياتي الأومليطة ديالنا بحال راه عندنا هاد النهار الجو ديال رمضان العزاز. شحال هادي ما درتنا شحال هادي ما درناها، ولكن مع هاد الأومليطة وهاد الشي جابت لي الجو ديال رمضان. والله توحشنا رمضان خوتي، أنا كنموت على رمضان. تنايا والله تيعجبني الصوم، مكنكرهش نصوم شهرين ولا ثلاثة. شباب هي الحريرة أنا عمرتها، حطيت لها التميرات الكريميسة تيعجبوها، فريت شاتلي من الأومليطة ها هو، فليفلة مقلية ها هي مقلية، قليتها في 12 باش نتغداو، العصير أنا شريتولهم بلا ما درتولهم، الخبيز ديالنا هو هذا مطلع بالشعيرة خوتي بزاف. الله يخليكم لينا، وأنا نحط العصير نحطها على العلب. شد 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 بنتي اتصلي وصلي ليش
هذه هي الطبيله ديال لاله مريم عصام اليوم 3 ايام اخوتي هي كتصوب. علاش تخليها تنت؟ انا اخوتي واحد النهار التليفون مشيت لعبت بها باش بقات كديرها وكاين خويا يجي يصوبها لي مصطفى هو راه تيعرف هادشي دابا نعيطو يجي يصوبها لي. وانتم الحباب ديالي انا شركت معكم في طيب واخا ما طيبتوش قدامكم العزاز اللي كتب الله انا شركت معكم. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وانتظروا العزاز شنو نقول لكم مول الفطور متفطر لاله مريم شنو نقول لكم العزاز ديالي خليكم هنا. تحياتي لكم اخوتي العزاز وخليجي لكم فيديو اخوتي وتبارك الله عليكم الله يخطيكم علينا وتوحشكم شحال ديما بنت معكم اخوتي العزاز الله يكبر بكم غير العامل وصافي هذا هو اللي كاين. والله العظيم تصور بلا بيت ما كاين والو سيدي ربي انا ما طيبش عليا فوق ما تعرفش يصور كاع والله العظيم العربي تصور في العربي ضغطت عليه النهار اللي خطا لي ما عرفت انا والله العظيم محترف ودابا عارف العامل اخوتي ما نقدرش نسمح باش العامل وتحياتي لكم وهاد النهار مشيت بشحال حليوه فرحت مهمتي ضمنت هذه شي سيمانه ضمنت صوب يصوب على مولا هذا الشيء اللي كيصوب جبت المهمه ديالي والله يخلي لي مهمتي ويخلي لاي واحد ويخلي لي بيي ويخلي اي واحد الوالدين ديالو اللي تعرف يسركم وشكرا لكم اخوتي. شي كلمه للواد السي الطيب. السلام عليكم متابعين قلتها لهم والله الفيديو تبارك الله عليكم نتمنى لكم تكونوا بألف خير ان شاء الله على خير وبصحه وجيده وكما كتشوف السي العربي جاب واحد الحلوه للوالده ديالو الله يحلي كلامه وجاب العائله كامله ولكن كبر بالمهمه ديالو الله يرضي عليه. نتمنى اي واحد اي شاب واي شابه يديروها مفاجاه للوالدين ديالهم للاب ولا للام بحال بحال يعني كما جابها المارة جابها لي انا بحال بحال. نتمنى مره اخرى يجي بالك نشوف الحلاوه ديالها كما كتشوف العزاز ديال العربي راه كبر بيا الله يكبر به يجعل حبيبه فرحه ويجعل ربي يسهل عليه تاع الوضعيه العزيزه. هذه الحبيبه ديالي. هي الحبيبه ديالي حبيبك ربي عليك ليا عوضي في عمرك الله يخليك ربي يفرحك. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم ان شاء الله ويا ربي تحسن بحسنتي ولا تغير علينا. الحمد لله يعطيك الرضا. كيف فرحتي لي كيف فرحتي المرة عاوتاني هاد المرة ما بغيت الوالدة عاوتاني هاد المرة ان شاء الله يا ربي نكتب في الله يحل لي كلامك راه نكتب في عاوتاني طيب الحبيب بيا الحبيب عطا طيب الحبيب ديالي طيب ديال مهمتي الحنينه. هو هذا هو اي حاجه كنشاركوا معكم اخوتي العزاز اي حاجه زوينه ونتمنىكم تقبلوا علينا ونتمنىكم بارطاج وتصفوا معنا وشكرا لكم الله يكبر بكم نزيدوا بالقناه القدام ان شاء الله ان شاء الله الله يخليكم لينا وما كان ان شاء الله الجديد وشكرا لكم اخوتي العزاز وانتم مع لاله مريم ان شاء الله تحطها لنا ان شاء الله يا رب. ودابا حنا قطعنا الحلوى اللي بداتي وسيم اخوتي عطيني من هاد الحلال علاش؟ مكيبوش بزاف واخا مكيبوش ولدي هاي فرشتها في شحطان دوبري عاوتاني تما فيك قطع البطاطا قطع كضحك عليا حيت العربة شي هوكا هوكا قولي هوكا صراحة علمة علمة هذا سؤال بس تفصيل يا كبا كل شيء شيء معنا اخوتنا المتبعين اللي يحوشكم اخوتي يجوا عندنا نديروا له الضمان ونجيبوها لهم حتى ان شاء الله خير معنا جيبهم ان شاء الله فين تبان هذه ان شاء الله نجيب لهم شي حاجه كبيره حاجه قايمه نجيب شي حاجه كبيره ان شاء الله. جبت بس الفكره ديال مريم جيب ونتمنىكم تقبلوا علينا اخوتي العزاز شكرا لكم السلام عليكم تحياتي لكم احنا بنسالكم العزيز.